عنكم انتم مميزين الدنيا ماشيه ازاي ولا لا، بس احنا كالعاده يعني الهدف من الخدمه هنا مش اجتماعات روحيه، لكن الهدف هو الطريق اللي ربنا قاطع بيه مع شعبه، مش معانا بس لكن مع شعبه كله في هذا الزمن، للعروس اللي عمال بيعدها للازمنه اللي جايه، اللي هي مش مضروبه ومكسوره ومتكعوره جوه نفسها، لكنها بهيه مليانه بهاء، مليانه نور، مليانه مجد، مليانه سلطان. عمال بيغيرها، عمال بيجملها، عمال بيقويها، عمال بيسكب حاجات عليها، عمال بيعدها. والعروس دي حضرتك وحضرتك واحنا مع بعض. لأن الصورة اللي رب جاي ياخدها لأولاده ما هيش صورة المهلهلة المستنزفة. العالم فيه كده، العالم مليان كده، فلو أنت بتحس أنه أنا مبلوع في حاجات كتيرة، في حاجات بتترمي، في ما تتخضش من نفسك. بس ده اللي احنا حكينا عنه بقالنا فترة، عمين بنحكي عليه، وده اللي هيستمر ويمكن يزداد. الاثنين ماشيين مع بعض، الظلام الدامس عمال بيزداد والمجد عمال بيزداد، وفي كل لحظة عندك الأوبشن، يا إما تعيش في الطبيعي، يا إما تقوم تحوز نفسك لفوق، تحوز نفسك للعلاء، رافع عينك ورافع كل كيانك، ويبقى الريفرنس بتاعك، نقطة المرجعية، الارتكاز بتاعك فوق مش تحت. كنت قاعد مع حد قريب وحكيت حاجة بنحكيها كتير مع بعض، اللي هي في اللي هو فوق الجبل وتحت الجبل، بنقولها كتير مش كده؟ فوق الجبل وتحت الجبل، وانه في نفس اللحظة اللي كان الشعب فيها تحت بيبني العجل، كان في نفس اللحظة موسى فوق الجبل وجهه بيتجلى. ففي نفس اللحظة وفي الحديث انا قلت جملة، وهي جملة مش كتابية بس عايز احطها عشان تخضك شوية. انه انا ما اعرفش، مش مكتوب في كتاب مقدس، بس لو كان موسى تحت الجبل، لان هارون هو اللي بنى العجل، فاكرين هارون ده هو اللي بنى العجل، لو كان موسى تحت الجبل احتمال كان هو اللي بنى العجل برضه. يعني انا عايز اقوله ايه، ده مش كتابي، ما فيش حاجه تقول في كتاب مقدس ان موسى لو كان تحت الجبل كان عمل كده. اوكي، ما حدش يقول، نادر قال. اوكي، لكن لا، عايز اقوله ان الطبيعي تحت الجبل انك تبني عجل، والطبيعي فوق الجبل ان جلد وجهك يتغير. ده اللي عايز اقوله، هو بحسب اللوكيشن، بحسب انت حاطط عينيك وقلبك ومشاعرك ونفسك فين. هارون كان بيحب الرب، هارون ده اللي شاف الآيات والعجائب، ده اللي هو ذراع موسى اللي كانت عماله بتتحرك في فرعون، كان هو اللي بيخش مع فرعون قدام فرعون مع موسى، هو اللي كان ماسك العصاية، هو اللي كان كل حاجة، فاكرين؟ لأن الرب بعت هارون مع موسى، فاكرين القصة؟ اوكي، بعضكم فاكر، بعضكم بيهز راسه وبعدين بيقول مين موسى؟ فيش مشكلة. فهارون مش حد غريب عن الحضور الإلهي، مش حد غريب عن المجد. فهارون إنه هارون يبني العجل، زي ما يكون هارون ده الوحش اللي بنى العجل، وموسى ده الحلو الجلد وجهه بيلمع. في الكتاب المقدس القصة مش كده، لأن هارون بعد ما 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 نزل موسى، وهارون كم رئيس كهنة. فالقصة القصة القصة إن الطبيعي ليا تحت الجبل، قصة إن الطبيعي ليا تحت الجبل إنه العجل بيطلع. قالوا أنا رميت الذهب طلع عجل، فاكرين لما فالطبيعي إن يطلع عجل، لكن الطبيعي فوق الجبل إن جلد وجهك يلمع، طبيعي إنك تختبر مجد الرب. دي مجرد عشان أشجعك، لو انت بتمر بحس الدنيا فيها سرعات ودوشه كتيره ومش عارف ايه وايه 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 وايه، ما 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 تصارعش مع نفسك، ما تحسش انه انا ليه كده، مجرد ارفع عينك، احوز نفسك، فاكرين النعمه تحوز نفسها الى العلاء، ما تسيبش نفسك تحت الطين وتقول تحت الجبل والعجل شايف حجمه عمال بيكبر. تعرفين طب تحت الجبل العجل بينفش، المشاكل بتنفش، السواد بينفش، تحت الجبل كل حاجة السواد بيزداد، لكن فوق الجبل المجد بيزداد. رمية قال لنا كده، ما تكلمش عن العجل بس تكلم عن الضعف، يقولك لما الضعف يزداد في
رومية 5، لما الخطية تزداد يحصل إيه؟ تزداد النعمة جدا، أوفر. السقوط بتاع آدم، تعرفين الخليقة سقطت مع سقوط آدم، أنتوا عارفين كده؟ كان كل شيء حسن جدا، بسقوط آدم الخليقة سقطت. الجملة دي تؤدي إلى بقيام آدم يحصل إيه في الخليقة؟ يهمل كل حاجة. مش موضوعنا، نحطه على جنب، دي قوة ظهرياتي. لكن قيامة يسوع، بر يسوع، مثلا هبة يسوع أقوى من الموت اللي دخل من خلال سقوط آدم. كل دي قصة رومية 5. بسقوط آدم دخل الموت، دخل المرض، دخل، بس كم بالحري الهبة بتاعة الرب أعظم جدا من اللي حصل في آدم. اقرأ رومية 5 وراي، مش عارف أفتحه لكم ولا أنتوا مش عارفين، أقرأ لكم منظري كده، منظركم مش مشجع. رومية 5، رومية 5 15 آية واحدة: ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. يعني الخطية كان ليها تأثير، لكن الهبة مش زي الخطية، الهبة أقوى من الخطية. في بعض الأحيان ما بنفهم الريفرنس بتاعنا، المرجعية بتاعتنا، إنه الضعف في حياتنا، اللخبطة في حياتنا، الصراع في حياتنا أقوى من اللي عمله ربنا في حياتنا، ودي حاجة تضحك، كذبة. ليه؟ لأن ما يصنعه الرب يبقى للأبد. ليس كالخطية هكذا أيضا الهبة. الهبة اللي نازلة من فوق يجب أنك تدرك أن الريفرنس بتاعها أقوى جدا من أي لخبطة في حياتك، من أي صراع في حياتك. بس الفكرة اللوكيشن، أنت موقف نفسك فين؟ موقف نفسك في الفريم ورك، في الإطار بتاع الضعف، ولا موقف نفسك في الإطار بتاع المجد؟ تقول لي أنا ممكن أوقف نفسي في إطار المجد، أقول لك ده الهابيتيشن، يعني السكنة. أوكي، في أكيد كلمة ألز من سكنة، هي سكنة كلمة روحية، بس فأنا بدور على كلمة مش روحية. هو المكان، الاستيطان بتاعك هو المجد، هي دي الكلمة، أنك مستوطن المجد، ده الهابيتيشن بتاعك، ده المكان بتاعك، ده الوطن بتاعك، ده سيرتك، سيرتنا سماوية، كتاب مقدس يقول كده، ده مكان الوطن بتاعك، ده مش المكان الغريب عنك، وان الطبيعي عنك عندك هو الضعف او اللخبطه او الصراع. المكان الطبيعي، مكان استيطانك، موطنك الاصلي. تقول لي لما اروح السماء، اقول لك نو، عارف لو انت مش موطنك من هنا السماء، احتمال كبير مفيش داعي نكمل. يبقى انت مش مدرك ان موطنك سماوي. سيرتنا سماويه، سيرتنا يعني جنسيتنا، يعني مسيرتنا، يعني انت بتتمشى في السماء. عمرك ما هتتبارك لو انت مش مدرك ان الهابيتيشن بتاعك، كلمه هابيتيشن يعني مكان استيطانك من دلوقتي هو السماء، لانه باركنا بكل بركه روحيه فين؟ في السماوات. لو انت مش بتتمشى، مش مكان استيطانك المجد، يبقى عمرك ما هتتبارك في الارض. انسى البركه في الارض بقى، خلاص نجيب درافها نطفي النور ونروح كلنا. ليه؟ لانه هو كل باركنا بكل بركه روحيه فين؟ في السماء بس، خلاص. طب السماوات دي بقى ان شاء الله نو، السماوات دي ده اجلسنا معه فين؟ في السماوات. سيرتنا سماويه، جنسياتنا سماويه، والمعنى مسيرتنا، محادثاتنا. كلمه كده الاسبوع اللي فات، مش كده في اجتماع من الاجتماعات الاسبوع اللي فات؟ اوكي، هنا ما الله اعلم، ما في اجتماعات كتيره بتحصل من اثنين لاثنين. ففي مسيرتك، المحادثات بتاعتك، كل حاجه بتحصل مفروض لانسانك الروحي. القشره دي عايشه في الارض، بس انسانك الروحي موطنه الاصلي السماويات. فبحسب اللوكيشن انت متواجد فين، متواجد في الاطار بتاع ذهنك والمشهد الداخلي بتاعك هو الضعف، ولا المشهد الداخلي بتاعك هو المجد او الهبه او الامور اللي نازله من فوق؟ بحسب المشهد الداخلي. لو المشهد بتاعك الضعف والمشاكل اللي عندنا والظروف اللي حاصله في الاقتصاد، والظروف اللي حاصله في البيت، والظروف اللي حاصله في العلاقات، فده الاطار بتاعي. الاطار ده بيقعدني فين؟
تحت الجبل. تحت الجبل طبيعي عجل بيطلع، وكل ما أقعد نفسي تحت الجبل العجل ينفش والدنيا تسود، تزداد سوادا. لو الإطار بتاعي، الفريم ورك، المشهد، الفابريكا، المشهد المفروش قدامي. عارفين الكتب بتاعت الأطفال زمان اللي كانوا يفتح الصفحة فيطلع ترى ايه المشهد المفتوح قدامك؟ لو المشهد المفتوح قدامك هو الضعف، خلاص هو ده المشهد، هو ده الريفرنس بتاعي، هو ده المرجعيه بتاعتي، هو ده اللي انا شايفه، فالعجل طبيعي بيطلع مني. لكن المشهد المفتوح قدامي هو المجد، وده اللي بيحصل لما تفتح كتاب مقدس. ده يعني يمكن نرجع لها، لما تفتح صفحات كتاب مقدس مفروض يطلع زي كتب الاطفال كده، هنرجع ليها حالا. فلو المرجعيه بتاعتي هو الهبه اللي نازله من فوق، الهبه اقوى جدا 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 جدا، فالمجد بيزداد. ال- 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 انك تحوز نفسك وترفع نفسك العلاء فتضحك على الفرس وعلى راكبه، الايات بتاعه النعامه الموجوده في سفر ايوب، ايات جميله كده. فتقوم منقول من تحت الجبل العجل فيه بينفش لفوق الجبل اللي هو المجد فيه بيزداد، وجلد وجهك بيلمع، وهو انت نفس البني ادم. موسى تحت هيبني عجل، موسى فوق جلد وجهه حال في نفس الزمن، مش ان شاء الله بعد اسبوع، في نفس الوقت اللي كانوا بيبنوا فيه العجل تحت، في نفس الزمن، في نفس الزمن الروحي، في نفس الاسبوع. انا بقول في نفس الاسبوع، هو كان في نفس اليوم. يعني تقول لي الزمن ده وحش، اقول لك حسب اللوكيشن. فاهمين حاجه؟ الايام دي ايام صعبه قوي، اقول لك بحسب اللوكيشن، بحسب انت مقعد نفسك فين، بحسب انت مقعد نفسك فين. ما هو تقول النهارده كان وحش قوي، اقول لك برضو بحسب النهارده انت كنت قاعد فين. لانك لو في اي لحظه، في اللحظه الوحشه، انت احوزت نفسك الى العلاء، المشهد بيتغير خالص، المشهد كله بيتغير خالص. فليس كالخطيه هكذا ايضا الهبه، لانه ان كانت بخطيه واحد مات الكثيرون، بالاولى كثيرا اكثر جدا نعمه الله والعطيه بالنعمه التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح ازدادت للكثيرين. أمين. دي كانت التنبيهات. أنا بضحك معكم يعني، بس هو النهاردة حن تعرفين اجتماع الاثنين بيميل للتعليم شوية. بطرس الأولى حكي لي حاجة لي علاقة باللي أنا قلته كده في المقدمة، بس هنخش في حتة. بطرس الأولى وإصحاح 3 بتكلم عن موضوع صعب قوي، مش صعب يعني، بس الآيات كده بتكلم عن يسوع عمل إيه وهو في القبر. عدد 19، نبتدي من هنا يعني ونروح لحتة ثانية في الآيات. بطرس الأولى 3:19، الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن، إذ عصت قديما حين كانت أنات الله تنتظر مرة في أيام نوح، إذ كان الفلك يبنى، الذي فيه خلص قليلون، أي 8 بس بالماء، فلك نوح، الفلك الذي مثاله يخلصنا نحن الآن، أي المعمودية، لإزالة وسخ الجسد. خلي بالك، لا يعني مش لإزالة وسخ القشرة البرانية، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. الآية دي مكعورة شوية. لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح، الذي هو في يمين الله، إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. أمين. هبسط، مش هخش في كل حاجه فيها، لان حاجات فيها حاجات كتيره قوي في الايه دي جميله. عايز ابص على
كلمة واحدة بتدينا فريم معين، بس كلمة دي في بعض الأحيان دمها تقيل بالنسبة لنا، بس هي في الكتاب المقدس دمها مش تقيل. كلمة ضمير، لا إزالة وسخ، لا إزالة وسخ الجسد، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. ما تطلعيش يعني، بس يقول لك الذي هو في يمين الله إذ مضى إلى السماء ملائكة وسلاطين وقوات مخضعة له. أوكي، كلمة ضمير عندنا تعريفات في السوق في العالم كتيرة قوي عنها. فالضمير ده اللي ضميري واجعني، مش كده أشهر حاجة يعني، ضميري نقح عليا الحاجات اللي هي إيه كلها فيها تعبير إن الضمير ده حاجة بتوجع أو بتبكت أو أوكي. كلمة ضمير في اليوناني لا تعني اللي احنا بنقوله خالص. كلمة ضمير في اليوناني بتقول إيه؟ بتقول إدراك، معناها بالضبط كده، إدراك مشترك. معنى الكلمة إدراك مشترك أو إدراك مع، ويبقى حاجة بقى يعني نقط. أنت هتملى بقى النقط دي إيه؟ إدراك، عارفين إيه إدراك؟ وعي. عارفين يعني إيه وعي؟ يعني إدراك. الوعي أو الإدراك لما عينيك، عينين ذهنك وعينين قلبك، حد يقول واو نورت، ده إدراك، حصل وعي، حصل مش إن أنا واعي إن أنا مصحصح إن أنا سامع الكلام اللي بالعربي اللي بيتقال، لا حصل وعي، حصل إدراك، حصل يس. لما بيحصل إعلان في الروح بيحصل إدراك في الذهن. أوكي، لما بيحصل إعلان جوه روحك، لما الرب يتكلمك من آية بيحصل إعلان جوه روحك. الإعلان الروحي بيعمل وعي. فكلمة ضمير يعني إدراك أو وعي مع حاجة، حضرتك بتختار الحاجة دي. يعني كمثال هنا الضمير إيه؟ ضمير إيه؟ صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح. كمثال، أنا رايح لحتة جميلة بس الآية أنا عارف أنها مجعلصة. يعني في إدراك، أنا مختار أن هذا الإدراك يتحرك عن الله، بس الإدراك ده الفريم اللي هو شايفه هو قيامة يسوع المسيح الذي جلس عن يمين الله اللي كل السلاطين مخضعة له. هذا الإدراك بيبقى صالح لأنه عن الله بقيامة يسوع المسيح. فضمير يعني إدراك مع الله أو مع قيامة الله، فضمير صالح. تقول لي أنا كل الآيات اللي عارفها عن الضمير عن ضمير الخطية، صح؟ تسمع آيات عن ضمير الخطية؟ جوانا ضمير متطهرة أجسادكم من ضمير الخطية، فاكرين؟ ليه؟ هو إدراك وعي عن إيه؟ الخطية. أنتوا جمال بتبصوا لي بصات غريبة جدا. عبرانيين، عبرانيين 10 آية مشهورة كلكم عارفينها أصلا، عشان كده ما كنتش هقراها، بس عبرانيين 10 عدد 22، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوش قلوبنا من إيه؟ من ضمير شرير، يعني إدراك عن الشر. أوكي؟ فكلمة ضمير يعني إدراك أو وعي عن، فممكن يبقى وعي عن الشر، وعي عن الخطية، ضمير خطايا، ضمير شكاية، ضمير صالح. انت كويسين؟ وبيقولك لما بتتقدم قدام الرب انت مرشوشة قلبك من وعيك عن الخطية، من إدراكك عن الخطية. ايه الفريم اللي شغال قدامك؟ لان لو الإدراك بتاعك ضعفك،
لو كل المال المشهد، خليني أخرج من القصة وهرجع لها تاني، لو كل المال المشهد ضعفك وجاي قدام الرب فضميرك ضمير ضعف، أنا هنا بحكي المفتاح، وخلي بالك من المفتاح. لو بتيجي قدام الرب تسبح وترفع إيدك وتقول يسوع بحبك، بس المالي المشهد بتاعك، الكتاب الأطفال المفتوح قدامك والتفرش قدامك هو المرض، هو الضعف، هو المشكلة، فباجي قدام الرب بحضر كل اجتماعات سبت واثنين واربع وبروح حتة تاني فبحضر الجمعة والثلاث والخميس، فأنا ماشي بحضر كل اجتماعات كلها، بس بقف قدام الرب وقوم فاتح الكتاب بتاع حياتي بالظبط كده، بقوم فاتح الكتاب بتاع حياتي وأرى المشهد بتاع الضعف، فأنا بخش كل مرة قدام ربنا بضمير ضعف، بضمير شكاية، بضمير الفريم بتاعه مقعدني تحت الجبل، بس قدام الرب الطبيعي العجل بينفش. ده هو بيقول لك بكل وضوح، دي الايه، انا جبت ايه مشهوره، ارجع ورايا في كتاب مقدس بقى ودور، او افتح بقى كونكوردنس او اي حاجه وشوف بقى ضمير شرير، ضمير خطايا، ضمير شكايه، مليان الايات وادرسها لانها جميله. فتعالوا نرجع مره تاني لبطرس، بطرس الاولى ثلاثه. القصة كلها إن بحسب الضمير ده هو الوعي الإدراك الداخلي عن إيه؟ كني عايز أوقف وعظة وأجي أقعد جنب حضرتك كده أقولك إيه إدراكك الداخلي دايماً عن إيه؟ إيه اللي لما بتفتح حياتك، زمان كان في أغنية شعبية اسمها كتاب حياتي يا عين، لما بتفتح كتاب حياتك، دي مش ترنيمة ومش آية، رجل أقول لما بتفتح كتاب حياتك إيه اللي بقى المشهد اللي بيطلع قدامك كده هو؟ فكأني عايز أقعد جنب حضرتك أقولك إيه المشهد، إيه الإدراك الداخلي بتاعك، إدراكك الداخلي عن إيه؟ وإنت قدام ربنا وإنت مش قدام ربنا، وإنت قاعد مع الكتاب المقدس، وإنت قاعد مع عيالك، وإنت قاعد في سريرك، إيه المشهد، إيه الفريم اللي مالي إدراكك الداخلي؟ وده اللي بتكلم عليه النهاردة، اللي محتاج يتطهر ويتغسل، وإنت تختار، إنت بتختار الضميرك يبقى مدرك واعي ايه؟ ايه الفريم اللي انت حاط فيه طريقة تفكيرك نفسيتك؟ لان هذا الضمير هو ادراك داخلي بيأثر على مشاعرك، على دماغك، على طريقة تفكيرك، على ردود فعلك. ايه الفريم اللي انت حاطط نفسك فيه؟ ايه اسمه ضمير؟ لو الفريم كله خطية، ضعف، مشكلة ما تحلتش، صليت وما حصلش، هنعمل ايه في اللي حاصل، هو ده الإطار. فبتيجي الاجتماع منتظر ان حاجة تحصل لانك انت واقف بكتاب حياتك يا عين قدام ربنا. انا مش فاهم اصلا يعني ايه كتاب حياتك يا عين، بس انت واقف بيه قدام ربنا، اهو اهو انا شايفه، اهو انت شايفه، انت مش شايفه، مش ما تشوفه معايا، هو انت مش واخد بالك مني ولا ايه؟ انت مش شايف كتاب حياتي؟ رب ولا ارفع عينك. كلكم عارفين القصه وقلناها كتير او الوقت اللي فات يعني، او حاجه كانت شغلاني، كنت حاسس ان في ناس كتيره الحياه المحرقه اللي كانت دخلت سم في حياه الشعب، العلاج كانوا مجرد هو السم موجود جواه، يرفع عينه بس. الفريم بتاعك مش الحيه، الفريم بتاعك اللي شال الحيه. الفريم بتاعك مش السم اللي ماشي في الأرض، السم بتاعك، الفريم بتاعك هو ازاي السم ده ترفع على الصليب. وزي ما يكون التريك انك ترفع عينك بس، تحوز نفسك العلاء، تطلع فوق الجبل، تدرك انك مستوطن مش اللي حاصل تحت، لان ده بيأثر على الضمير، وبحسب الضمير، بصوا الآية،
تعالوا نقراها مره تاني. الذي مثاله خلصنا بيتكلم عن 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 ايام فلك نوح، اي المعموديه، لا ازاله وسخ الجسد. القصه مش بره، القصه مش لكن قصه ايه، بل سؤال، مش موضوع انا كلمه سؤال لانها كلمه جميله هتفتح لنا موضوع تاني، بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامه يسوع المسيح. بصوا المقارنه ما بين وسخ جسد وضمير الفريم بتاعه قيامة يسوع. انتوا سكاكير، سكاكير دي جمع سكر. شايفين المقارنة؟ شايفين الجدول؟ مقارنة بين حاجتين كأن ما لهمش، ما فيش علاقة ما بينهم، بس أتاري علاج وسخ التراب اليومي في قلوبنا وفي حياتنا اللي بيحمل نفسيتنا، اللي بيحمل الوسخ ده علاجه حاجة غريبة جدا، مش ان انا اقعد انضف في نفسي خالص، ده علاجه ان الفريم بتاعي يبقى مليان بقيامة يسوع المسيح. طب وانا دي حاجة اعمل؟ اه دي حاجة حصلت، وحاجة انت محتاج تملى بيها مشاعرك، ضميرك، إطار حياتك، أنت بتحط نفسك في هذا الإطار، هو ده الضمير، هو وعي داخلي عن زمان. كان في طوايف يقول لك عايز قداسة، أقعد ردد كده يا خطيتي يا خطيتي يا خطيتي يا خطيتي، بأمانة مش بارك، بأمانة أنا بتكلم بجد، إنه فأنت عمال بتتذكر الخطية بتاعتك، ده وعي عن الخطية، ده ضمير خطايا. المقابل هو وعي ضمير، هو وعي عن قيامة يسوع المسيح. وأتاري بحسب وعيك عن إيه حياتك. خليني أقرأ لك آية كمان طيب عشان نعدي الحتة دي. كورنثوس الأولى، أنت جمال، رايحين لحته جميله بس خليك معايا. كورنثوس الاولى 8، كورنثوس الاولى 8 بيتكلم عن الاكل وبياكلوا ايه ومش عارف ايه، ما ذبح الاوثان ليس العلم في الجميع، عدد 7، كورنثوس الاولى 8 7، بل اناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. خلي بالك إحنا للأسف كلمة ضمير بالنسبة لنا حاجة عايشة في دماغنا بس هي القصة مش كده، القصة هو وعي عن، حط شيل كلمة ضمير وحط وعي عن، بل أناس بإدراك، شوف بضمير نحو الوثن، يعني إيه؟ المشهد بتاعهم باصص نحو حاجة. أتاري الضمير أنت باصص ناحية إيه؟ وعيك عن إيه؟ فالآية هنا جميلة، يقولك بضمير نحو الوثن، يعني هم بيأكلوا أكل كان ممكن يأكلوه، بس هم بيأكلوا وعيهم عن الوثن، وهم بيأكلوا ضميرهم إذ هو ضعيف يحصل له إيه؟ يتنجس، لأنه بيأكل أكل من حقه أنه يأكله، بس وعيه متحرك نحو الوثن فبينجس نفسه. أنتوا هنا؟ أنت عارف ده 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 الإطار اللي أنت شايفه لكل حاجة في حياتك، بتكلم عن أكل، أنت وعيك الفريم بتاعه ضعفك، حزنك، تاريخك، أسرتك، اللي حصل في الحياة، اتربيت ازاي، ظروفك العملية، مشاعرك المتلخبطة، ولا دول كلهم في خانة، وعلى الجانب الآخر وعي عن قيامة يسوع المسيح من الأموات. بمعنى ايه؟ وعي عن المجد، وعي عن انت فين، وعي عن اللوكيشن بتاعك فوق الجبل، وعي عن ما صنعه يسوع، الهبة اللي هي أقوى من الضعف. ايه الوعي بتاعك؟ ايه الفريم بتاعك؟ ايه المشهد مليان بايه؟ ايه الريفرنس بيك وانت بتصلي؟ مش بتكلم وانت في العالم، ممكن تقف تصلي وعيك نحو الوثن، وعيك نحو الضعف اللي حصل، او وعيك نحو يسوع بحسب ضميرك نحو ايه.
بتختبر. انا بصوا جاء الوقت ان اولاد الرب كل اللي يبقى مالي الاطار بتاعهم الداخلي هو المجد اللي اعده رب ليهم، البر اللي رب فتحه ليهم، امكانيات الملكوت اللي رب اعدها ليهم، وبيقفوا في اللوكيشن صح فوق الجبل اللي الطبيعي فيه ان المجد يلمع في كل حاجه في حياتهم. جاء الوقت ان الاطار اللي مالي ضميرك، وضميرك يعني ادراكك الداخلي عن حاجه، جاء الوقت ان الاطار اللي مالي ادراكك الداخلي يتنقل من تحت الجبل، من الضعف، من الوثن، من الخطيه، من الشكايه، من كل الحاجات دي، ويتبدل. لان هي الموضوع مش ازاله وسخ جسد، لكن ضمير من جهه القيامه بالاموات يؤدي الى فريم صالح. لما تقرا كلمه صالح وتقدر ضمير صالح ده يحكي بولس عليه يقول لك ده ضمير المعجزه، ده الفريم اللي على اساسه بتحصل المعجزه، ده الاطار اللي على اساسه كل حاجه بتتغير في حياتنا، الضمير الصالح. عشان كده قال انا عشت بضمير صالح امام الله وامام الناس. فاكرين الايات دي؟ انا بضمير صالح بعيش كل حياتي، بضمير صالح بصلي من اجلكم. ليه؟ لان الضمير الصالح كان الاطار الارضيه، الفريم، كتاب الحياه بقى اللي مش يعين، اللي عليه كل حاجه، كل معجزة، كل قوة، كل جاية من هذا الضمير الصالح. يعني إيه ضمير صالح؟ مش تعبيراتنا عن ضمير اللي هو يعني وعي إدراك عن المجد، عن الهبة، عن ما هو فوق الجبل. تقول لي ده ممكن؟ أقولك ده أنت بتدرب نفسك عليه، ده أنت بتحط نفسك على السرير وتدرك المجد، تصحى من النوم وتختار أنك تدرك المجد، بتدرب ضميرك انه يبقى ضمير تجاه القيامه، قيامه يسوع المسيح من الموت. ضميرك وعيك الداخلي عن ما هو فوق الجبل، وكل ما وعيك الداخلي عن ما هو فوق الجبل بيزداد، كل ما عارفين البروجيكتور زمان كان فيه البروجيكتور اللي يعدوا صوره، فاكرين كده سلايدز تكنولوجيا دلوقتي. انا قديم قوي كده، كتاب حياتي عين وحاجات كده. الضمير بتاعك عباره عن بروجيكتور، وبحسب المشهد الداخلي اللي بيعدي جواك المشهد اللي بيطلع قدام عينيك. وهنا المفروض تقول اي ليه؟ انت شايف ايه بيحصل في حياتك؟ اتري بروجكشن. عارفين يعني ايه بروجكشن؟ يعني انعكاس جاي من الفريم اللي انت شايفه. خليني اقرا لك ايه كلكم عارفينها، ايه مشجعه، متى خمسة ده ايه؟ الموعظة على الجبل. متى خمسة عدد ثمانية. انتوا كويسين؟ اختم حاضر. متى خمسة ثمانية، ساكتين قوي النهاردة. متى خمسة ثمانية، ثمانية طوبة، كلكم عارفينها، الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. حد مش عارف الآية دي؟ بس احنا ممكن، ما اعرفش عنكم بس انا اكتشفتها قريب. مش اكتشفتها قريب ان ما كنتش عارفها، لا كنت عارفها بس اكتشفتها قريب. لان يعينون دي لما تقرأ الاصل بتاعها يعني حاجة خارجية، يعني بيبقى قدام عينيك. زمان لما كنت بقراها يعني كده، يعني عارفين يعني ايه كده، يعني انقياء القلب يعينون الله، يعني كده يعني. لغايه لما اكتشفت انه عينون دي يعني شوفوه قدامهم،
والآية فجأة نورت جوايا، قال لي نادر لما بترتب جوه صح بينعكس براك، لما بترتب الصورة جوه قلبك وجوه ذهنك وجوه نفسيتك صح بتنعكس قدامك. بروجيكتور، أنقياء القلب Are you here؟ مش حاسسكم لسه. أنقياء القلب، طب آه محتاج أنقي قلب، أو لا ما ترجعش تبقى يهودي. فكين أنتم أنقياء؟ الله ينور عليكم، ده حلوين، أنا صحيت أهو. يوحنا 15، أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. إذن أتاري ده بيعمل إيه؟ بيقوم عامل فريم، بيعمل صورة، بيعمل مشهد. أتاري المفروض لما تفتح الكلمة، الكلمة تقوم فتحة وعاملة إطار لطريقة تفكيرك. أتاري لما تقرأ عن يسوع وهو بيلمس الأبرص كمثال، أو هو بيشبع الجموع، أو هو فوق الجبل بيتجلى هو وموسى وإيليا، هو ده المشهد. وإن هو حطولك في الكلمة عشان ترمي كتاب حياتك يا عين وتفتح كلمة الحياة، وكلمة الحياة تقوم فتحة زي الكتاب الأطفال وعملها لك 3D مشهد. هو ده الإطار بتاعك، هو ده اللي تتملى فيه، هو ده اللي يشكل ضميرك، هو ده اللي تحط نفسك جواه، لأنه ده اللي بينقي قلبك، لأن أنتم أنقبسة بالكلام، وده اللي بيقوم عامل الإطار، المشهد، البيكتشر. فانت مش بتقرا الكلمه عشان دي ايه 5 وبعد وراها ايه 6 وراها ايه 7 وبعد كده تفكر بطريقه يهودي. نو ده الكتاب بيتفتح بحيث انه انت بتبقى في جوه المشهد، جوه 3 دي، ده جوه الثلاثي الابعاد ده، وبيشكل اطار ضميرك. ليه؟ لانه القلب اللي شايف المشهد ضمير نقي، ضمير صالح، ضمير مغسول بالكلمة. الإطار بتاع ضمير الإطار بتاع إدراكي، وعي الداخلي، هو تجلي يسوع فوق الجبل كمثال. ده المشهد اللي أنا مقضيه النهاردة. أنا فتحت الصبحية فاتفرقت على التجلي. أنتوا هنا؟ فأنا فتحت الصبحية كتاب اتفرقت على التجلي، فاللي مالي إطار الفريم بتاعي هو التجلي. هو أنت كنت موجود في التجلي؟ أنت عارف أنك كنت موجود في التجلي؟ بعضكم كان شاعر، بعضكم بيهز راسه ومش عارف برضو بيهز راسه عشان يجاملني يعني. أنتوا عارفين أنكم كنتوا موجودين في التجلي؟ في إجابات كثيرة تثبت أنكم كنتم موجودين في التجلي. هقول أبسط إجابة منه، هو روح القدس كان موجود في التجلي؟ روح القدس موجود جواك؟ بس خلاص، روح القدس الموجود جواك كان موجود في التجلي، فوانت في الروح اللي حصل في التجلي موجود جواك. هتعملوا ايه بقى في مؤتمر قوات الظهر الاتي؟ انسانك الروحي اللي حصل في قصه التجلي موجود جواك، لان انسانك الروحي ده الروح القدس اللي اتحد بروحك، صرت روح واحد من التصق بالرب، هو روح واحد، والروح القدس كان موجود في التجلي. ما هو يا إما يبقى بص، لو أنت مش عجباك الجملة وذهنك ابتدى يشتغل بطريقة كليات لاهوت، يبقى الكتاب المقدس بقى كتاب تاريخي. الكتاب المقدس مش كتاب تاريخي فقط، وإن كان التاريخ اللي موجود فيه حقيقي، لكن الكتاب المقدس كتاب روحي، كتاب الروح القدس، علشان كل حدث وكل قصة وكل آية هي مش للتحليل الذهني ولا للتحليل التاريخي، لكن هي لاستقبال الروحي. فالروح القدس اللي كان موجود، اللي حكالك عن التجلي الموجود في الصفحات دي، هو الروح القدس الموجود جواك عشان ينقلك، ينقلك الموجود في الحدث جواك، مش في الصفحة. الصفحة بتحكي عن حدث، بس الروح القدس بينقلك اللي حصل في الحدث جواك.
تقولي اه وانا بقرا ان عن قصه الابرص اللي يسوع شفاه حسيت ان انا الابرص وربنا بيمد ايديه وبيلمسني. اقول لك رائع ممتاز ده اول ليفل، بس ده مش كل القصه، في شخص تاني في القصه. تقولي مين؟ اقول لك اسمه يسوع. انت ليه حطيت نفسك في الابرص ده اول ليفل في القصه؟ بتحط نفسك في الابرص، بتحط نفسك بقى في يسوع مره تانية. واللي حصل والموجود في الحدث بتاع الابرص هو موجود في الابرص ليك، بس موجود في يسوع ليك. ان قوه الحياه اللي موجوده جوه يسوع اقوى من قوه البرص الموجود حواليك. فالروح القدس اللي كان موجود في القصه دي موجود جواك، فحضرتك كنت موجود في قصه يسوع والابرص. اه انت جمال، انا بحكي لكم عن مؤتمر كده، ده انا اللي الروح القدس اللي جواك بيفتح لك امكانيه الحدث بتاعه يسوع والابرص، والقوه اللي كانت اقوى من قوه البرص موجوده ليك لو ده الفريم بتاعك هو كلمه الرب، ده الضمير بتاعك. ايه الضمير؟ هو وعي داخلي عن، فلو انا وعي كله عن الخطيه يبقى انا الابرص اللي في الاغلب بعد ما اتامل ومصمص شفايفي عن الابرص بخرج ابرص برغم ان الابرص خف. لكن لو انا ادركت القوه الموجوده في القصه اللي هي اقوى من البرص، لان البرص كان بيتنقل، فالبرص ما تنقلش، البرص البر اتنقل مش البرص اتنقل. ليس كالخطية هكذا الهبة، ليس كالبرص هكذا البر، ليس كالمرض هكذا الشفاء، ليس كالحزن هكذا الفرح، لأن الفرح أقوى من الحزن. ليس كالضعف هكذا القوة، لأن القوة أقوى من الضعف. ليس كاللخبطة هكذا القيادة، لأن القيادة أقوى من اللخبطة. ليس كالعالم هكذا ملكوت الرب، لأن ملكوت الرب أقوى من العالم. إيه الفريم بتاعي؟ انتوا هنا؟ آه، طيب اوكي. فطوبى لايه؟ لان لو الفريم بتاع قلبي الكلمه، ايه اللي هيبروجكت قدامي؟ ساعين الله. انقياء القلب بيعاينون الله. ايه المشهد اللي جوايا؟ المشهد اللي جوايا الابرص. اوكي، ايه اللي هيطلع قدام عينيا؟ الابرص. المشهد اللي جوايا يسوع. ايه اللي هيطلع قدامي؟ يسوع. ايه المشهد اللي جوايا؟ العجل. ايه اللي هيطلع قدامي؟ مكسوفين ليه؟ عجل. المشهد اللي جوايا فوق الجبل، هيطلع ايه اللي قدامي؟ فوق الجبل. ايه المشهد اللي جوايا؟ إيه هو ده الضمير. انا غاسل ضميري، عشان كده قال مغتسله ضمائركم، مرشوشه ضمائركم من ضمير شرير، مرشوشه ضمائركم. ما يعرفش تقرب قدام الرب لو الوعي الداخلي بتاعك هو الضعف. الوعي الداخلي بتاعك هو المجد، لأن ده الهابيتات بتاعك، ده مكان استيطانك، ده المستوطنة بتاعتك. فاستثمر، أنا عشان الوقت، استثمر في يوحنا 12، استثمر وقتك واستثمر خيالك. أنا عن قصد بخضك وبقول كلمة خيالك. استثمر الإطار الداخلي بتاع المشاهد بتاعة حياتك، استثمر نفسيتك. ما تستثمرهاش في مشاهد وأطر عالم وضعف وحزن وخطية وكلام. استثمرها يوحنا 12 آية اللي بحبها وبنصليها، يوحنا 12:32، وأنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إليه الجميع. كلكم عارفين الآية دي بتكلم عن إيه؟ إنه لما تحط على الصليب رفعنا معاه. بصوا، أول ما يسوع بترفع، يعني بيملى المشهد، بيرفعنا للحتة اللي واقف فيها. لو يسوع بتاعك، لأن ده مش يسوع بتاعي، لو يسوع بتاعك ضعيف قدام أحداث حياتك مش هيحصل حاجة. لكن يسوع بتاعك مرتفع، يعني ايه مرتفع؟ يعني اعلى من اي مشهد اخر. تقول انا عندي مرض، اقول لك حلو قوي، يسوع بتاعك فين؟ في المرض، جوه المرض، تحت المرض، اضعف من المرض، ما شفاش حد تاني كان عنده نفس المرض، انا بيتنا صعب قوي. حلو قوي، طب ويسوع بتاعك فين؟ تقول لي ما في بيوت كتيرة تعبانة. أوكي،
كونجراتوليشن ألف مبروك تعال نتصور مع بعض ونروح. لكن يسوع بتاعك فين؟ تقول لي طب يسوع بتاعك أنا مصدق يسوع فوق. حلو قوي. أنت بقى تخش قدام يسوع ده بقى شايف بيتك ولا رافع يسوع بتاعك ده اللي أنت بتقول فوق؟ رافع عينك لفوق لأنه أنا إن ارتفعت عن الأرض. تقول ده بتتكلم عن الصليب. قال لك اقول لك حلو قوي. اترفع عن في الصليب فرفعنا فموتنا معاه، بس لما ترفع للمجد فرفعنا معاه وجلسنا معاه في السماوات. وكل ما بترفع يسوع انت بتبقى الاستراتيجي، كل ما هو يرتفع انت بتبقى في اللوكيشن معاه. هو بالنسبه لك فين ومال الاطار ولا لا؟ لو هو مال الاطار انت بتلاقي نفسك موجود عنده، لانه اينما وجد هو في ضميرك انت بتبقى موجود في المكان ده. لو ضميرك ضمير خطايا، لو ضميرك تجاه وثن انت بتبقى عند الوثن، ضميرك تجاه خطيه انت عند الخطيه، ضميرك تجاه فاكرين قيامه يسوع المسيح، فاكرين بطرس بضمير صالح بقيامه يسوع المسيح، الضمير دايما رايح لحاجه، دايما عنده اطار. فلو ضميرك رايح تجاه قيامه يسوع المسيح انت في قيامه يسوع المسيح. انا ان ارتفعت، لو انت في قلبك المشهد كله مرفوع عن الارض، واخدين بالكم من عن الأرض دي؟ أنا إن ارتفعت عن الأرض، عن الأحداث، عن ما يجرى، عن الطبيعي، أنا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي كل حاجة. فجأة كل حاجة. عشان كده بولس الرسول، أنا بحاول أمشي بسرعة عشان كورنثوس الثانية إصحاح 10 يقول لك كده، هادمين ظنون 5 كونس تانية 10 بتكلم عن أسلحة محاربتنا. أتاري أقوى سلاح، أقوى سلاح تحارب بيه مش بتقعد باسم يسوع، باسم يسوع ده كلمة مهمة، بس بتقولها إمتى وإزاي ومن أي حتة؟ لو بتقولها من تحت الجبل قولها 50,000 مرة، مراحم الرب هتنقذك. بس ده مش إيمان. أسلحة محاربتنا ليست جسدية، كلكم عارفين أهاد دي، بل قادرة بالله على هدم ويحكي كل حاجة ليه علاقة بأطر داخلية، ظنون وكل علو يرتفع ضد معرفة الله مستأسين كل فكر إلى طاعة المسيح. فكما عن ثلاث حاجات، ظنون وعلو في الفكر بيقف ضد معرفة يسوع. فبيتكلم عن مشاهد داخلية بتملى ذهنك، ولك دي أسلحة محاربتنا، إنك تستأثر كل مشاهد داخلية إلى طاعة يسوع المسيح. ولما بترفع نفسك وأنا إن ارتفعت، لأن العلو ده بيرتفع ضد إن الإطار بتاعك يبقى يسوع المسيح. أنتوا شايفينها؟ كل علو يرتفع ضد إيه؟ اختبار الله. هادمين ظنون وكل علو، ما هو أي مين بقى عالي؟ أنا ارتفعت فهو عالي، أو جوايا أطر تانية من الحياة من الظروف من هي العالية. لو أنا استأثرت هذا العلو، إذن في إيديا، إذن هذا الضمير بيتشكل بحسب المشهد اللي مليه. أتاري الضمير مش حاجة كده بتنقح عليا، لا، الضمير ده إدراك داخلي أنا بختاره يبص لإيه؟ ضمير نحو الوثن، ضمير نحو الخطية، ضمير صالح نحو قيامة يسوع المسيح من الأموات. فأتاري لما بستأثر المشهد لي يسوع المسيح، أنا إن ارتفعت أكذب إلي الجميع، أو ظنون وعلو في دماغي يرتفع ضد معرفة الله فببقى مهزوم. أسلحة محاربتنا قادرة بالله. أتاري حروب كتيرة بتتحسم أول ما تقوم ناقل ضميرك إلى المجد، إلى قيامة يسوع المسيح، وتقوم واقف في هذا المكان. أول ما بترفع يسوع جواك بترتفع حتى تكون حيث هو، تبقى فوق الجبل. طبيعي العجل بيكش وإنت بتلمع، لأن العجل بينفش وإنت تحت، العجل بيكش وإنت فوق. أختم، أنا طولت عليكم؟ طولت. أعمال خمسة أختم. الإطار اللي جواك بيحصل له بروجيكشن حواليك. فتخيل بقى معايا أنا حضرتك، أنت ماشي حياتك رايح الشغل الصبحية، والإطار اللي جواك يسوع اللي فوق الجبل اللي بيلمع.
تفتكر هتشوف ايه النهارده؟ هتروح تقابل المدير اللي وشه كله زعبيب، ماشي؟ لو انت عندك مدير او ايا كان، وانت واخد قعدت قدام الرب واطارك اطار مجد، وهو خلقته كده، بس تعرف على خلقته هيتحط يسوع المليان مجد. حتى هو ما اتغيرش، انت ما بقيتش شايف، ما بقيتش متاثر. هتفهم حاجه؟ لانه بحسب الصوره الداخليه هتبقى بروجكتد قدامك. انقياء القلب بيعينون الله. مره تاني، الفريم اللي انت بتشكله جوه صور قلبك هو اللي بينطبع قدامك، فانت هتعين. ملتو القلب يعينون التواء، مكتئبي القلب يعينون احزان، انقياء القلب يعينون الله. الاطار الداخلي هيبقى بروجكتد قدام عينيك. اعمال 5 عدد 12، جرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، كان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان، أما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكثر أن يلتصق بهم، كان الشعب يعظمهم مؤمنون. كلكم عارفين بحب الآية دي، كل آية كان مؤمنون ينضمون للرب أكثر جماهير من رجال ونساء، حتى أنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع يضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على واحد منهم. سمعتوني بشارك كده في المؤتمر اللي فات، بطرس ما كانش بيصلي للعيانين، بطرس ما كانش بيصلي للعيانين، بطرس كان بيتمشى رايح الهيكل. بس ايه الاطار اللي جواه؟ بروجكتد. فالناس كانت بتخاف. الاطار اللي جواه يسوع اللي قام من الموت، يسوع اللي شفناه مصلوب دخل واحنا الابواب مقفوله، وقال حطوا ايديكم هنا، اكل معانا سمك، وانا كنت واقع ومكتئب لان كل الضمير بتاعي بيقول انا انكرته مع جاريه، كل الضمير بتاعي بيتذكر الديك وهو بيصيح، فانا باندم في قلبي وبحس ان انا دمرت كل حاجه، ضيعت كل حاجه، قعدت 3 سنين ضيعت كل حاجه، خدمت معاه، شفت معجزات، شفت كل حاجه، وبهدلت الدنيا في لحظه، كل حاجه اتدمرت، وقعت، اترمت، انا زيرو. بس النهارده كان ده اطاري لغايه لما هو جه وقام نادي عليا وقال لي بتحبني، وقام فجاه مرجع كل القيمه، مرجع كل المجد، واكل معايا سمك اللي انا شفته بيتصلب، اكل معايا سمك، اكل معايا الموت الداس، وقال لي بتحبني ارعى غنمي. وده الاطار اللي مالي عينيا. فده المشهد، بطرس ماشي في الشارع مش بيصلي لحد، بس ده المشهد. ياه ياه ياه. وكل ما المشهد تفتكروا اكيد ما كانش ماشي في الشارع عمال بيتذكر الديك اللي عمال بيصيح، هو ماشي في المشهد عمال بيتذكر يسوع اللي قام الموت اللي بيقوله بتحبني. فاللي خارج منه شفاء، اللي خارج منه شفاء، فكان ضله بيشفي لان الاطار اللي جواه بروجكتد براه. امين. تعالوا غمضي يا نصلي.